جزاكم الله خيرا. يقول: بعثت لزوجتي وقلت لها إذا لم تصلي تكوني طالق، فأرسلت لي خطاب وقالت: افرض حصلت لي ظروف مرض أو حصل العذر الشهري، وحينئذ كيف يكون الحال؟ جزاكم الله خيرا. يقول: بعثت إلى زوجتي وقلت إذا لم تصلي فأنت طالق، وحينئذ ردت وقالت: افرض حصل لي ظروف مرض أو حصل العذر الشهري، فحينئذ كيف يكون التصرف؟ جزاكم الله خيرا. المقصود في هذا واضح، هو أنه يريد أن تصلي إذا لم يكن عليك ما يمنع من الصلاة من حيض أو نفاس، أما المرض فلا يمنع من الصلاة. المرض يجب أن يصلي المريض، قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. فالصلاة لا تسقط عن المريض، إنما يصلي على حسب حاله، وإنما الحائض والنفاس ليس عليهما صلاة. والزوج حينما قال ذلك يريد في غير حالة الحيض وفي غير حالة النفاس، يريد من ذلك حث الزوجة على محافظة على الصلاة، وهذا أمر طيب منه. يجب أن تصلي وأن تحافظي على الصلاة ولو لم يطلق الزوج. جزاكم الله خيرا.